اهلا بيكم جديد مع الامسيه الفلكيه الاسبوعيه اونلاين زي ما اتفقنا معاكم بقى ان شاء الله كل يوم سبت الساعه 9 مساء بتوقيت جرينتش اللي يوافق 7 مساء بتوقيت جرينتش عشان كل يوم سبت الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره اللي هو يساوي 7 مساء بتوقيت جرينتش عشان لو في حد بيتابعنا من خارج مصر هتلاقونا معاكم هنا في الامسيه الفلكيه الاسبوعيه اونلاين. عايز اقول حاجه قبل ما نبدا كده عشان حتى ندي فرصه لدخول الناس واللي دخل بدري يبقى استفاد حاجه. الاحداث الفلكيه او الظواهر الفلكيه او متابعه السمع يعني الجزء الفلكي يعني في حركة الأجرام أو كده، لو حد بيتابع السماء وعارف حركة الأجرام الفلكية أو متابع حركة الأجرام الفلكية أو كده، الحركة منتظمة بصورة يعني غير متخيلة فعلا يعني، وما فيهاش مفاجآت بالنسبة للأجرام يعني ما ينفعش مثلا أقول إيه على سبيل المثال بنشوف اخبار زي كده، ودي احد الحاجات اللي تخلينا نقدر نقول هو الخبر اللي احنا شايفينه او سامعينه ده حقيقي ولا مش منطقي. اقدر اقيم الخبر اللي يقول مثلا ايه احنا اليوم كذا يوم 4/7 مثلا هيبقى المريخ ظاهر في السماء. طب وبقيه الايام يعني وهو مفيش حاجه تظهر فجاه كده وبعدين تختفي فجاه. في حاجات حتى عارفين مواعيد الظهور الفجائي بتاعها زي مثلا الشهب والنيازك، ده حاجة صغيرة بتدخل الغلاف الجوي في لحظات فبتظهر وبتختفي في لحظة، بس عارفين الميعاد اللي مثلا في شهب كتيرة ان في شهب باستمرار، انما ان يطلع جرم سماوي فجأة ما كانش موجود امبارح يبقى موجود النهاردة وبعدين يختفي بكرة، لا الانتظام الحركة وعايز اقول المدى الكبير اللي بتبقى فيه الحركه دي مقارنه بينا يعني ما ينفعش اتكلم فيه كده. فدي احد طرق الحاجات الفلكيه اللي انا اول ما نسمع الخبر خلينا يعني اول ما نسمع الخبر بالشكل ده نفكر شويه، لا شكله كده مش منطقي يعني ان انا هشوف الوضع ما كانش موجود النهارده وهيبقى موجود بكره مش موجود بعد بكره، مش ده اللي بيحصل في الحياه يعني او في الفلك. عشان كده موضوع النهارده لما ناس كتير بتسمعه شمس منتصف الليل بيبقوا متخيلين ان احنا هنيجي في يوم كده ونلاقي الساعه 12 بالليل الشمس طلعت وبعدين نزلت تاني. لا الحقيقه الموضوع مش بالشكل ده. طب هو في فعلا شمس في منتصف الليل؟ يعني الساعه تبقى 12 منتصف الليل وابقى شايف الشمس قدامي؟ الحقيقه في، تخيلوا يعني في فعلا اقدر اشوف الشمس الساعه 12 منتصف الليل. ايه ده؟ ازاي وفين؟ يعني هل ده ممكن يحصل عندنا مثلا في بلادنا في الوطن العربي في كده؟ لا الحقيقه لا، هو مش بيحصل عندنا ولا كده، بس هو بيحصل فعلا ان احنا تبقى الساعه 12 منتصف الليل وبالتوقيت المحلي للمكان اللي هنقول عليه والشمس تبقى طالعه فوق الافق. ده مش بيحصل يوم ولا يومين، ده بيحصل لفتره طويله جدا. تعالوا معانا نتعرف على الكلام ده. الاول هو بيحصل فين؟ هو بيحصل في مكان متطرف شويه. الكلام ده على الارض، بنتكلم على ظهر الارض مش بنتكلم على كوكب تاني ولا حاجه طبعا. بنتكلم هنا على ظهر الارض. هستأذنكم بس في موضوع الاسئله قبل ما نكمل عشان الناس تبقى متوقعه او يعني ما نقطعش حبل الافكار ويبقى الموضوع متكامل. احنا هنشرح موضوع مش هنطول فيه ربع ساعه ولا ثلث ساعه، وهي اصلا الامسيه بالاساس انا يعني هعملها للمناقشه واجابات الاسئله وكده يعني. فهنشرح الموضوع ده ولو في خلال الشرح اي حاجه تخص الموضوع يعني حاجه مش واضحه في الموضوع لو حد استوضحها نشرحها، انما لو في اسئله خارج الموضوع هنخليها في الاخر خالص بعد ما نخلص الشرح الرئيسي بتاعنا او بعد ما نخلص الموضوع بتاعنا النهارده. ف
فأي سؤال هنأجله للآخر. طيب الحقيقة فعلا في مكان هنا على ظهر الأرض مش بره الأرض، وهو زي ما احنا شايفين كده عند القطبين بالظبط، عند القطبين سواء القطب الشمالي أو القطب الجنوبي. طب حد يقدر يقول لي هي الصورة دي معبرة عن أنهي قطب فيهم؟ عشان بس يعني هي في ملحوظة صغيرة لو انتبهنا لها هنعرف هي معبرة عن أنهي قطب، عن القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي. والحقيقة قوة الملاحظة من الحاجات الأساسية في العلم، العلم التجريبي. عشان كده أنا بحب إن دايما ننمي قوة الملاحظة عندنا. العلم التجريبي بيعتمد أول حاجة على المشاهدة أو الملاحظة. فنمرة واحد أول ستيب في العلم التجريبي هي المشاهدة أو الملاحظة. المشاهدة أو الملاحظة مش موضوع بسهولة يعني، يعني أنا لازم أكون عندي دقة ملاحظة تخليني أشوف المتغيرات أو أشوف الثوابت أو أشوف الفرق اللي بيحصل وهكذا. فهو موضوع مش مجرد إن أنا بشوف الحاجة، لا أنا بقرأ الحاجة اللي بشوفها إزاي. دي موضوع مهم جدا. فباي ذا واي كده بشكل جانبي، الصورة اللي قدامنا لو بصينا فيها تلج وكده، فهي في قطب من القطبين، بس وجود البطريق يقول لنا إن هي في القطب الجنوبي مش في القطب الشمالي. البطريق موجودة قرب القطب الجنوبي وليس القطب الشمالي. فقلنا الظاهرة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة اللي هي شمس منتصف الليل، هي ظاهرة بتحدث عند القطبين، او نقدر نشوفها عند القطبين وقربهما. هنقول لحد فين بالظبط دلوقتي. طيب ايه الظاهرة دي بقى؟ ان انا ابقى قاعد بالليل كده الدنيا ليل، وبعدين هوب فجأة الشمس تظهر وبعدين تختفي تاني، ولا شكلها ايه وناتجة عن ايه؟ زي ما احنا عارفين ان الاول نفهم الكرة الارضية ليها حركتين رئيسيتين او حركتين واضحتين، وهما نفتح البوينتر بس، وهما ان الكرة الارضية بتلف حوالين محورها، المحور اللي باين كده بلون موف شوية هنا قدامنا، وباين سهم ان الارض بتلف حوالين محورها، واثناء دورانها حوالين محورها عمالة تلف حوالين الشمس زي ما احنا شايفين كده، عمالة تلف حوالين الشمس. واللي حضر معانا الاسبوع اللي فات هيلاقي ان احنا كنا شرحنا تغير الفصول وقلنا سببه ايه، والحقيقة ان نفس السبب بتاع تغير الفصول هو اللي هيعمل لنا موضوع شمس منتصف الليل اللي هنتكلم عنه النهاردة. الارض بتلف حوالين الشمس لفة كاملة كل سنة، يعني كل 365 يوم وربع، وبتلف حوالين محورها لفة كاملة كل يوم، تمام؟ زي ما احنا شايفين كده، لان الارض جسم معتم بيستمد ضوءه من الشمس، فدايما بيبقى فيه نصف للكرة الارضية مضاء والنصف الاخر بالكامل مظلم. وزي ما انتم شايفين ده الخط الفاصل او خط الليل النهار، يعني ده ليل ده نهار وهكذا. الخط ده اهو هنا، فالنهار هنا والليل هنا، هنا مثلا الليل اهو والنهار اهو، هنا النهار اهو اللي هو ناحية الشمس، والليل البعيد خالص اللي احنا شايفين حتة صغيرة منه ده. في حاجة ظريفة بقى، ان المحور ده اللي هو محور دوران الارض حول نفسها، هو محور بيميل على مستوى دوران الارض حوالين الشمس. لو الارض بتدور حوالين الشمس في مستوى كده افقي، المحور ده ما يبقاش رأسي، يبقى مايل شوية كده بزاوية 23 درجة ونص على الرأسي، يعني مش عمودي عليه. يعني لو ده محور مستوى افقي كنا، وده عمودي كنا نلاقي المحور كده، لا بنلاقي المحور كده وبيتحرك موازي لنفسه باستمرار. طيب ده يعمل ايه؟ كنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان ده بيعمل تغير الفصول، او بيعمل الليل والنهار، عفوا بيعمل معانا الشتاء والصيف والربيع والخريف. اللي حضر معانا هيبقى اكيد فاكر حاجة زي كده. بيعمل ظاهرة تاني ظريفة جدا اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، وهي شمس منتصف الليل. ايه الظاهرة دي وبتحصل ازاي؟ وبتحصل ليه عند القطبين؟ ناتج عن الميل ده يحصل ايه بقى؟ بصوا معايا في الرسم ده، لو بصينا عند هذه الحالة اللي هي على الكرة الارضية اللي على اليمين خالص، اللي هو الوقت اللي يعتبر كده شتاء شمالا، احنا قلنا الميل بتاع المحور هنا هيخلي القطب الشمالي يميل مبتعدا عن الشمس، والشمس تتعامد على نصف الكرة الارضية الجنوبي، فيبقى النصف الجنوبي هنا صيف والنصف الشمالي شتاء، تمام؟ طيب نتيجة الميل ده
بيخلي خط الليل والنهار، شايفين خط الليل النهار ده مش موجود هنا، ده موجود اقرب للشمس شوية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الارض عمالة تلف حوالين نفسها والمنطقة دي دايما ليل، واخدين بالنا؟ دايما ليل. يعني ايه دايما ليل؟ يعني 24 ساعة مش شايفين الشمس، تمام؟ والعكس هنا بعد 6 شهور لما يبقى الميل بتاع المحور يخلي القطب الشمالي هو اللي بيميل ناحية الشمس، زي الحالة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي في شهر يونيو من كل سنة، يونيو طبعا التعامد وقبله وبعده بوقت قليل، بنلاقي ان الميل ده بيخلي ان القطب يميل ناحية الشمس. طب ده بيعمل ايه؟ بيخلي خط الليل والنهار ابعد عن القطب مقارنه بالشمس. يعني هو فيحصل ايه؟ الارض تقعد تلف حول نفسها. تخيلوا الحته اللي هنا دي كلها عماله تلف كده، وهي عماله تلف، هو اشعه الشمس ساقط عليها. معناها ايه؟ ان 24 ساعه شايفين الشمس، يعني الشمس لا تختفي عن هذه المنطقه، تمام؟ طب تعالوا نوضح ده اكتر شويه. هنتخيل ان احنا طلعنا فوق في الفضاء، فوق مستوى ضوء الارض، يعني كاننا باصين للكره الارضيه من فوق القطب الشمالي بالمنظر ده. حلو، احنا نفس الرسم اللي فات، بس ايه اللي حاصل؟ ان احنا باصين من فوق القطب الشمالي. القطب الشمالي اهو النقطه الصفراء اللي هنا دي، تمام؟ اهي اهي. فلما نيجي هنا نفس الوضع، اخر صور اللقطه اللي كانت فوق شمال الكره الارضيه هنا اللي كانت على الشمال خالص، هي هنا اللي على الشمال دي. ايه اللي حاصل هنا؟ قلنا ان ده في الصيف، لما يكون صيف في نصف الكره الارضيه الشمالي، فمحور دوران الارض حول نفسها بيميل، بيخلي القطب الشمالي هو اللي يميل ناحيه الشمس، تمام؟ فالقطب الشمالي بيبقى هنا اهو زي ما احنا شايفين. طيب الخط الليل والنهار فين؟ هنا، بيقسم الكره الارضيه كده نصفين تماما بشكل عمودي، بمستوى عمودي على مستوى دوران الارض حول نفسها اللي هو مستوى الشاشه اللي احنا شايفينه. فيجي الخط يبقى هنا. طب ده يعمل ايه؟ الارض عماله تلف حول نفسها كده. النقط اللي على الخط الاحمر، طبعا الحالة دي يوم 21 يونيو تحديدا، وبعدين كل ما ابعد عن 21 يونيو الخط ده يقرب شوية من هنا، يعني النقطة بتاع القطب الشمالي تقرب شوية من هنا. فاكبر دايرة هنا اللي هي الدايرة الحمراء دي يوم 21 يونيو، الاقي ايه بقى؟ كل المناطق اللي جوه الدايرة الحمراء دي شايفة الشمس 24 ساعة. ليه؟ عشان الارض تلف، الليل يبقى جه هنا في النهار والنهار دخل في الليل، بس هنا عماله تلف وهي دايما في النصف المضيء من الكره الارضيه، فتفضل نهار على طول 24 ساعه شايفه الشمس، تمام؟ طب العكس تماما، بس خلينا ناخد كده، بعد 3 شهور هيبدا الميل ده يقل 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 لحد ما نيجي هنا في، لو احنا هنا في الصيف رايحين على الخريف، ففي الخريف اللي هو الاعتدال الخريفي في سبتمبر، الاقي الميل، هي دايما الميل ده موازي لنفسه. لو بصينا للسنوات اللي فاتت هلاقي الميل ده كده 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 بيتحرك موازي لنفسه، عشان هو مثابت على اتجاهه، محافظ على اتجاهه. فالميل هنا كده، الميل هنا كده برضو في الاتجاه اللي هو يمين الشاشه، بس هنا بيبقى منطبق على خط الليل النهار، لان هو دايما في هذا الاتجاه، هو ما راحش ناحيه الشمس ولا بعد عنها. فاصبح النصف القطب الشمالي منطبق على خط الليل النهار بالظبط. وبالتالي يحصل ايه؟ ان كل مناطق العالم الشمس تشرق عليها وتنزل وتطلع وتنزل، يبقى بتشوف ليل ونهار باي نقطه هنا جوه الدايره الحمراء بتشوف ليل ونهار، ما عدا نقطه القطب نفسها هي اللي بتبقى الشمس عند الافق تقريبا بالظبط. وبعدين نبدا نروح ناحيه الشتاء. الشتاء الميل برضو بيروح ناحيه يمين الشاشة، فيحصل التعامد على مدار الجدي، يبقى صيف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي ويبقى شتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي. الميل هنا بيخلي القطب يبعد، يبقى كله في منطقة الليل في نصف الكرة الأرضية المظلم باستمرار، فنشوف ايه؟ 24 ساعة ليل، ما بنشوفش الليل خالص، ما بنشوفش الشمس خالص، عفوا، تبقى الشمس مش موجودة الا 24 ساعة ويبقى دايما في ليل. وبعدين نرجع للربيع، يحصل ان القطب يبقى على الاكويتر، على الخط الفاصل بين الليل والنهار، وبالتالي تبقى كل اللي جوه الدائره الحمراء ليهم ليل ونهار، ولكن عند القطب نفسه بتبقى الشمس على مستوى الافق بالظبط. وبعدين نرجع تاني هنا للصيف، ويحصل بالعكس، يعني لما يكون القطب الشمالي دايما نهار يبقى القطب الجنوبي دايما ليل، ولما يحصل ان القطب الشمالي دايما ليل يبقى القطب الجنوبي
دايما نهار، وبالتبادل كده العكس بالعكس. في كلمة شهيرة بقى برضو يعني هنقولها هنصححها او خطأ شائع، ان الناس تقول ان القطب الشمالي لما بيسمعوا الظاهرة دي يقولك القطب عند القطب يعني 6 شهور ليل و6 شهور نهار. الحقيقة هي برضو مش كده بالظبط قوي يعني، او مش 6 شهور ضلمة و6 شهور نور. هنقول برضو تفصيلة كده صغيرة فيها عشان نبقى الامور واضحة بشكل علمي واضح، ما يبقاش كده واخدين الحاجة مبهمة او ما تكونش ظاهرة قوي يعني. يعني نحب دايما لما نفهم ظاهرة علمية نفهمها بشكل عميق، بشكل يعني ما فيهوش لبس، وبالتالي كل ما يبقى واضح اكتر كل ما بنقدر نميز فيه او نقدر يعني نعبر عن اختلافه، ونقدر نفهم جوانب الظاهرة بشكل كامل يعني. تمام؟ طيب لو انا بقى على القطب، لو انا عند القطب او في الدايرة دي، الدايرة دي فين؟ الدايرة الحمراء دي فين؟ الدايرة الحمراء دي تقريبا تبدأ من خط حوالي 67 شمالا، 67 وكسر كده شمالا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عند القطب الاقي الشمس على مدى تقريبا الست شهور دول تبقى باينة فوق الافق من الاعتدال الربيعي لحد الاعتدال الخريفي، واخدين بالنا؟ تبقى فوق الافق باستمرار. لو انا في الـ شايفين هنا بدأ الشمس على الافق اهي، وكل ما اجي هنا شويه تبدا تبقى فوق الافق، وتفضل فوق الافق فوق الافق لحد ما اوصل هنا تبقى على الافق بالظبط، وبعدين تبدا تنزل تحت الافق. انما الدايره الحمراء بقى كل ما اكون عند القطب بتبقى 6 شهور باينه فوق الافق. طب لما ابعد عن القطب شويه اقل بقى، ابدا اقل مثلا تبقى 5 شهور ونص، ابعد شويه تبقى 5 شهور، ابعد شويه وهكذا لحد ما اوصل عند حدود الدايره الحمراء دي اللي هي بتعمل تماس مع خط الليل والنهار، تبقى الشمس موجوده ال 24 ساعه فوق الافق يوم الانقلاب الصيفي بس، يعني يوم 21/6، ممكن قبل بيوم وبعد بيوم. وبعدين بقى كل ما بعدت عن 21/6 كل ما تنزل تغطس تحت الافق حاجه بسيطه وتطلع تاني، فتبقى موجوده مثلا في الافق 23 ساعه وتغيب ساعه بس او 22 ساعه. زي ما بنشوف بقى في المناطق اللي هي النرويج والسويد وفنلندا، شمال فنلندا وشمال النرويج وكده، تلاقي مثلا في الصيف النهار عندهم مثلا 24 ساعة، يقولك الدنيا ما بتضلمش تماما، يعني الشمس تغرب تفضل تحت الافق كده، فنبقى شايفين لون الشفق، عارفين زي الوان الشفق وكده، وبعدين ساعتين ولا حاجه وتطلع تاني الشمس، يبقى احنا كان العشاء بتلضم في الفجر بالظبط كده، يعني الشمس الدنيا تبدا تضلم شويه وبعدين تروح مفتحه تاني، ما يحصلش الليل التمام ده. وكل ما نبعد كل عن القطب كل ما يبدا مده النهار تقل شويه والليل تزيد شوية. انما عند القطب تماما في الست شهور بتوع الصيف دايما الشمس موجودة فوق الافق. طب دايما موجودة فوق الافق يعني نشوفها ازاي؟ يعني بتتحرك ازاي؟ مش فاهم يعني ثابتة في مكانها؟ موجودة دايما في حتة واحدة يعني، ولا بتلف في السماء، ولا ايه شكل الموضوع ده بالظبط؟ فكروا معانا كده. بنشوف ده توضيح تاني بشكل اوضح شوية لحتة ان الدائرة القطبية الشمالية، شايفين من اول الدائرة القطبية دي بنسميها الاركتيك سيركل، دي الدائرة القطبية عند الانقلاب الصيفي اللي هو الشمس متعامدة على مدار السرطان شمالا اهو، بتبقى كل الدائرة دي شايفين خط الليل والنهار فين اهو، وكل الدائرة دي دايما في النهار، وبالتالي انا في يوم 21/6 كل الدايرة كل الناس اللي في المناطق دي شايفين الشمس 24 ساعة. اشوف بقى الشمس ازاي في القطب، لو انا اتخيله في القطب السماوي مثلا في القطب الشمالي، وبعدين الشمس بتبقى باينة في الصيف 24. لو انا في الصيف الاقي الشمس عالية فوق في السماء كده وبتلف في السماء كده، بتلف على هذا المستوى العالي، تمام، تعلى شوية كده وتنزل شوية كده وتمشي كده. طيب اجي بعد شهر الاقيها نزلت تنزل تحت اكتر شويه،
كمان شهر تلف على مستوى اقل شويه، يعني كان ده الافق بتاع الخط اللي تحت ده، ده الـ الافق بتاعي اللي انا لما الافق يعني ايه او الهورايزون، ان انا لو واقف على سطح الارض في اي مكان ابص على امتداد البصر حواليا الاقي انتهاء لسطح الارض نتيجه تكورها والتقاء السماء بالارض، ده بنسميه الهورايزون او الافق. فالشمس تبقى باينه دايما في الافق وعماله تلف في السماء كده، تمام؟ وبعدين كل ما ابعد عن الانقلاب الصيفي واقرب من الاعتدال الربيعي او الخريفي يعني اللي هو بيجي بعد الصيف، وانا رايح من الربيع للصيف بيحصل العكس، العمليه اللي بنقولها دلوقتي، تبدا الشمس تنزل لتحت شويه بس برضو موجوده فوق الافق، تلف على مستوى تحت شويه وبعدين تلف على مستوى ادنى شويه وبعدين تنزل تلف على مستوى تحت شويه وهكذا لحد ما نوصل عند الاعتدال الخريفي، فنلاقي الشمس بتلف تقريبا عند هذا المستوى، تطلع كده فوق شويه يعني تطلع فوق شويه كده وبعدين تنزل تمشي من تحت شويه كده وبعدين تطلع فوق شويه كده وهكذا، وبعدين تبدا تنزل تحت الافق وتبقى ماشيه تحت الافق، يبدا يبقى كاني عارفين بعد الغروب كده، يعني نقعد مثلا بعد الانقلاب بعد الاعتدال الخريفي لمده تقريبا شهر ونص، تبقى الشمس كل يوم عارفين اللي بيحصل من دقيقه لدقيقه في اليوم الواحد، ان السماء عماله تظلم ببطء ببطء، الشفق يبان كده ويبدا الدنيا تظلم ببطء، الاقي البطء ده يحصل كل يوم، تلاقي الشمس تنزل اكتر تحت الافق بالنسبة للي واقف في القطب الشمالي، ويبدأ الدنيا الشمس مش باينة بس شايفين الشفق اللي هو زي ضوء الشمس اللي بعد الغروب مباشرة، يبقى أحمر متوهج وبعدين يبدأ يقل شوية يخفض شوية بشوية بشوية، والشمس عمالة تبعد عن الأفق لحد تقريبا في منتصف الوقت بين الانقلاب الشتوي والاعتدال الربيعي اللي هو بعد شهر ونص من الاعتدال عفوا الخريفي، بعد شهر ونص تقريبا تكون الشمس وصلت لادنى نقطه تحت، و او تكون الشمس وصلت لنقطه تحت الافق ما اقدرش اشوفها خالص ولا اشوف الشفق بتاعها، وبالتالي السماء بقى تظلم وتبقى ليل تماما وتفضل حوالي 3 شهور ليل، يبقى القطبين مش بيقعد 6 شهور نهار وست شهور ليل، او مش 6 شهور نور وست شهور ظلمه، وبيقعد 6 شهور نهار بمعنى ان الشمس فوق الافق، وبعدين يقعد ال6 شهور الليل مش كلهم ضلمه، حوالي شهر ونص في الاول يبقى في شفق عمال يخفض تدريجيا على اخر الشهر ونص يكون ضلم، ويقعد 3 شهور تقريبا ضلمه تماما، وبعدين طبعا يعني انا بقول بالتقريب كده عشان بس نتفهم الصوره، وبعدين يقعد كمان شهر ونص ابدا الشفق زي وقت اللي هو قبل شروق الشمس كده، العماله الضوء يعلى 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 شويه بشويه لحد ما نوصل عند الاعتدال الربيعي، يكون الشمس بدات تظهر فوق الافق ونبدا نروح ناحيه الصيف تطلع فوق تاني وهكذا، والعكس تماما بيحصل في نصف الكره الارضيه الجنوبي. يبقى احنا بنشوف الشمس 6 شهور، لو انا عند القطب بالظبط اشوف الشمس 6 شهور موجوده فوق الافق ما بتغربش تماما، وكل ما مبعد انزل تحت الافق في محيط الدائره القطبيه الشماليه بشوفها لعدد ايام اقل من 6 شهور، وعند الاعتدالين تبقى عند مستوى الافق يعني كانها وقت الغروب كده او الشروق، وبعدين وانا رايح ناحيه الشتاء بالنسبه للنص الشمالي الاقي الشمس تبدا تنزل تحت الافق واشوف الشفق لفتره، وبعدين تبقى اظلام تام لمده حوالي 3 شهور او اكتر شويه، وبعدين ترجع يبان شفق تاني وبعدين ترجع تنور تاني وهكذا، يحصل على مدار العام. يعني انا لو هناك شايف الشمس دي صوره متجمعه على مدى ال 24 ساعه للشمس في منطقه قريبه من القطب، مش عند القطب بالظبط يعني لتحت شويه، هنلاقي الشمس تشرق وتطلع كده تعلى لاعلى نقطه في السماء، يبقى ده وقت الظهر، وبعدين تنزل لحد يعني دي كده 12 ظهرا، تنزل ده المفروض وقت الغروب، بدل ما تغرب تروح راجعه طالعه تاني، وادنى نقطه هنا تبقى 12 ليلا وتطلع تاني وهكذا، كان السماء عماله تطلع لاعلى نقطه وتنزل لادنى نقطه في السماء واحنا شايفينها، وترجع في كلامها وتطلع تاني، احنا ادنى نقطه هنا اللي هي دي، تمام؟ خلاص ادنى قربت من الغروب تروح طالعه تاني وهكذا، تفضل طالعه نازله ما تغيبش، عشان كده الساعه 12 بالليل احنا شايفين الشمس موجوده فوق الافق، فسميناها شمس منتصف الليل ميد نايت سان،
مش معنى كده انها مش موجودة 11 بالليل ولا موجودة 2 بالليل، لا موجودة، الساعة 10 بالليل موجودة، الساعة 12 بالليل موجودة، الساعة 2 بالليل موجودة، الساعة 4 موجودة، ولكن لغرابة الظاهرة فأطلق عليها ميد نايت سان أو شمس منتصف الليل. يبقى مش الشمس بتبقى الدنيا ليل وضلمة فتظهر فجأة الساعة 12 بالليل وبعدين تروح ماشية تاني، لا، هو اللي بيحصل في المناطق دي نتيجة ميل محور دوران الأرض حوالين نفسها على مستوى دوران الأرض حوالين الشمس، ما قلنا بتبقى الدائرة القطبية بالكامل، الشمس بالنسبة لها فوق الأفق في وقت الصيف في المكان في النصف اللي هو فيه القطب اللي بنتكلم عليه، فتفضل الشمس فوق الأفق دايما ونلاقيها تلف في السماء كده، تطلع وتنزل وتطلع تاني، تكرر الحركة وتنزل وهكذا، وبالتالي ما فيش ليل خالص، هو 24 ساعة نهار، و12 بالليل نلاقي الشمس لسه باينة فوق الأفق، وسمينا دي شمس منتصف الليل. دي صورة كمان مجمعة لنفس الوضع، طبعا مش لقطة واحدة يعني، كذا لقطة بتغير من نفس المكان مع تغير مكان الشمس، ودي برضو بعيدة عن القطب شوية بس فوق في الدائرة القطبية الشمالية. واضحة كده الظاهرة وسببها وتظهر فين وازاي وكده. يعني انا كده خلصت موضوع النهاردة، يعني اتمنى يكون موضوع خفيف ولطيف وشيق، ويكون قدم معلومة بشكل يعني بسيط وكويس. لو حد ليه تساؤل في الموضوع الشمس منتصف الليل او حاجة مش واضحة يقول لي يسأل، وهبدأ أبص كده على الأسئلة اللي اتكتبت وناخدها بالتتابع عشان نجاوب عليها. ليث الكتاوي بيسأل على اصطفاف الكواكب، هقول لكم دلوقتي حاضر على اصطفاف الكواكب. و في سؤال برضو عن نونا رجب بتسأل بتقول، هو امبارح سمعت خبر ان الاسبوع ده الكواكب كلها هتبقى موجودة، ايه مدى صحة الخبر ده؟ طيب عشان ده الناس بتخلط شوية بين الموضوعين، بين موضوع اصطفاف الكواكب وبين موضوع ان الكواكب تبقى موجودة في السماء. الفكرة طبعا ان الكواكب كلها بتدور حوالين الشمس، واحنا هنا من الارض لينا منظور بنشوف من اتجاهنا زاوية معينة او كده. طيب بنشوف زاوية معينة، خلينا نفرق بين حاجتين، بين اصطفاف الكواكب يعني ايه، بمعنى ان الكواكب كلها تبقى عند نقطة واحدة او عند مكان واحد. خليني كده اجيب لكم شكل لطيف كده لحركة الكواكب، ونقول يعني ايه اصطفاف الكواكب الاول واحنا شغالين كده. معلش بقى التوضيح بالصورة بيبقى احسن بالشكل، فخلينا برضو دي ممكن هنبقى نتكلم عليها في يعني في ايفنت تحته، بس خلينا نشوف المنظر ده. احنا عندنا دلوقتي المجموعة الشمسية كده، الشمس موجودة في المركز والكواكب بتلف حوالين المجموعة الشمسية، تمام؟ طيب كل كوكب ليه مدار، وكل كوكب بقى ليه سرعة مختلفة، يعني الكواكب الأقرب الشمس عطارد هو أسرع الكواكب، وبعدين الزهرة أبطأ شوية، الأرض أبطأ شوية، المريخ أبطأ شوية وهكذا، تمام؟ فكل واحد بيدور بسرعة مختلفة حوالين الشمس، وبالتالي ممكن الاقي كوكب هنا وكوكب هنا وكوكب هنا. لو لقيت حالة ان كل الكواكب ورا بعض كده صف واحد، مش دول بس ودول كمان بقى، يعني الثمان كواكب الداخلية اللي هم الصخرية والاربع كواكب الخارجية اللي هم الغازية، لقيتهم كلهم في ناحية واحدة على خط واحد، هو ده اللي علميا نسميه اصطفاف الكواكب، واخدين بالنا؟ يبقى ده اللي علميا نسميها اصطفاف الكواكب، تمام؟ طيب لو احنا بقى من هنا من على الارض عايزين نشوف هذا الاصطفاف، نشوف ايه؟ تخيل لو احنا على الارض مثلا الارض هنا والكواكب التانية اقرب منها للشمس والكواكب دي ابعد، فانا الكواكب اللي اقرب للشمس مش هبقى شايفها، لان هي هتبقى ناحية الشمس ناحية النهار، والنهار وهج الشمس هيخليني مش هشوفها. فانا اشوف ايه؟ اشوف الكواكب
استنى كده نجيب البوينتر تاني عشان يبقى اوضح. اشوف الكواكب اللي بعيده عننا اللي ورانا بس، واللي يتشافوا بالعين المجرده طبعا اورانوس ونبتون البعاد ما بيتشافوش بالعين المجرده، فاشوف اللي هم الثلاثه المريخ والمشتري والزحل. لما يكونوا هم على خط واحد كده انا اشوفهم من ناحيتي ايه ورا بعض، كان طابور واقف كده ورا بعضه وانا شايفهم، فلاقي واحد والتاني مستخبي وراه والتالت مستخبي وراه، او على الاقل قريبين من بعض قوي فباينين شبه ممثلين لبعض او كده، ده اللي اسمه اصطفاف. يبقى انا لو في اصطفاف حقيقي بالمعنى العلمي ليه، مش هشوف كل الكواكب في جهه واحده والكواكب الخارجيه بس الداخليه مش هقدر اشوفها عشان هيكونوا في الوقت ده بيننا وبين الشمس. ده ما يطلق عليه الاصطفاف، تمام؟ لكن لو انا شايف بقى الكواكب على خط واحد في السماء او قوس واحد في السماء، ده ما اسموش اصطفاف. خليني كده بس اجيب لكم برنامج المحاكاه بتاع السماء وهنشوف يعني ايه، يعني ايه يبقوا على خط واحد في السماء. يعني على فكره كل واحد في ناحيه مختلفه من المجموعه الشمسيه، بس احنا هنشوفهم على خط واحد نتيجه ان المستوى بتاع المجموعه الشمسيه هو مستوى واحد. يعني خليني برضو قبل ما اطلع من الصوره دي كده، واحنا هنا شايفين الكواكب كلها بتلف حول الشمس في مستوى واحد، الجريد اللي احنا مرسوم كده زي المربعات دي مستوى واحد، يعني مفيش كوكب فوق كده اعلى من الشمس وكوكب عند القطب الجنوبي للشمس، لا كلنا كأن لو خدت دايرة الاستواء الشمس كده ومديتها يبقى ده المستوى بتاع الكواكب. عشان كده لما بنشوف الكواكب في السماء بنشوفها كلها على قوس واحد او على منحنى واحد اللي هو دائرة البروج الاكليبتيك او دائرة البروج. ده كده زي ما احنا يعني ده برنامج محاكاة للسماء، كأن دي السماء اللي احنا شايفينها دلوقتي. هنلاحظ ايه بقى، خلينا بس نبعد شوية كده عشان نبقى شايفين دايرة كبيرة. ايوة خلينا كده كويس كده تمام. دي دائرة الافق، دي دائرة الافق، ده الجنوب، هنا الغرب اهو الويست وهنا الشرق، فدي دائرة الافق تمام. هلاحظ بقى ايه، ان كل مكونات المجموعة الشمسية بتبقى على خط متقارب تقريبا. خلينا نطلع خط دائرة الاكليبتيك، فين الاكليبتيك اهو، نبين الاكليبتيك تمام. الخط الاحمر ده، شايفين الخط الاحمر ده، ده هو دائرة البروج، بنسميه دائرة البروج او اكليبتيك. لو بينا الابراج هنلاقي الابراج ال 12، خلينا نكتب اسمها عشان نقراها، الابراج ال 12 دايما على هذا الخط، عشان كده بنسميه دائرة البروج. زي ايه، فيرجو اللي هي العذراء، ليبرا اللي هو الميزان، سكوربيوس اللي هو العقرب، ساجيتاريوس اللي هو القوس، كابريكورنس اللي هو الحوق الجدي عفوا، شايفين كلهم على خط، هو عشان كده سميناه دائره البروج عشان الابراج ال 12 عنده. شايفين القمر فين؟ ماشي قريب من الخط ده. جوبيتر فين؟ قريب من الخط ده. ساترن فين؟ قريب من الخط ده. طب خلينا نمشي الوقت شويه كده ونشوف الحركه بتاعه الكواكب ماشيه ازاي. ماشي الوقت يعني كان ايه، بعد ساعه هيبقى الوضع ايه، شايفين بيروحوا يمين كده، بيروح ناحيه الغرب، ده ناتج حركه ظاهريه ناتجه عن دوران الارض حول نفسها، فبنشوف كل حاجه في السماء بتتحرك من الشرق للغرب زي ما بنشوف الشمس نهار. طب نمشي شويه كده تاني، راحوا ناحيه الغرب اهو، كمان شويه راحوا ناحيه الغرب اكتر. ظهر مين على من ناحيه الشرق؟ مارس، برضه شايفين قريب من الخط. هم الحقيقه طبعا مش كلهم على خط واحد بالظبط، على شريط كده، عشان كل كوكب ليه مدار بيميل ميل مختلف شويه، يعني مدار الارض احنا بننسب لمدار الارض حين الشمس، الزهره مثلا بيميل بثلاث درجات ونص على المدار ده، المريخ تقريبا بسبع درجات، وهكذا كل كوكب ليه حاجه مختلفه. طب خلينا نروح كمان بعد نص، نجيب لاخر الليل كده تمام، خليني قبليه بشويه كده ايوه عشان الكواكب تبقى باينه، وهفتح الرؤيه شويه عشان ابقى شايف الخط من اوله لاخره تمام. شايفين جوبيتر اهو على الخط الاحمر، وساترن اهو، ده احنا خلاص قبل الشروق الشمس هتطلع، ومارس اهو، وفينس اهو اللي هو الزهره، وميركوري هيطلع هنا كمان شويه، يعني كمان اسبوع او 10 ايام هيبقى ميركوري هنا، فيبقى اخر الليل قبل الشروق على طول بنبقى شايفين الكواكب كلها باينه، الخمسه بس اللي بتشافوا بالعين المجرده، اورانوس ونبتون ما بيشافوش، فالخمسه اللي بالعين المجرده جوبيتر وساترن ومارس وفينس اللي هم المشتري والزحل والمريخ والزهره وعطارد هيبان هنا، هيبقوا كلهم باينين على قوس واحد في السماء، يعني كلهم
باينين فوق الافق. معنى كده ايه؟ مش معنى كده ان هم في اصطفاف، لا، ده كده هم بالنسبه لنا فوق الافق فشايفينهم كلهم. اي كوكب لازم اشوفه قرب الخط الاحمر ده اللي هو دائره البروج هيبقى ناحيه مجموعه يعني مجموعه نجمان من الابراج ال 12. مارس اهو عند الحوت بيسس، وده الحمل اهو ايرس، وتورس اهو عنده الزهره، وهكذا هشوفهم هنا. اذا هذا، طب الحدث ده يحصل قد ايه؟ يحصل كتير جدا، اكتر من مره في السنه احيانا، حسب بقى ايه وضعنا بالنسبه للكواكب وكده يعني. لو رجعت تاني للشمس، يعني انا هنا، لو الارض هنا وفي كوكب الناحيه دي وكوكب الناحيه دي، خليني اعمل فول سكرين بس تمام، ونجيب الليزر بوينتر ماشي. لو في بقى بالليزر اهو، لو في كوكب هنا وكوكب هنا وكوكب هنا، واحنا شايفين الثلاثه بالنسبه لنا، هو كده مش اصطفاف، ده كل واحد في ناحيه تمام، ولكن بالمنظور اللي من الارض اشوفهم دايما على الخط واحد، والقمر معاهم على فكره على نفس الخط. اذا هذا الخط اللي هو دائره البروج، اي كوكب في اي وقت انا دايما هشوفه كده، وهذا ليس اصطفاف بالمعنى العلمي، ولكن الاصطفاف ان انا اشوفهم كلهم ورا بعض، بقى اشوف مارس مثلا هنا في النص، وجوبيتر هنا برضو، وزحل هنا، وهكذا كلهم في ده اللي يبقى اسمه اصطفاف. طب هل هذه ظاهره يعني غريبه او حاجه بشعه او كده ولا اي حاجه، وظاهره متكرره باستمرار، وبتبقى حاجه لطيفه ان احنا نبقى شايفين كل الكواكب في نفس الوقت، الكواكب اللي بتشاف بالعين المجرده، حاجه لطيفه. هل ده يؤثر ولا اي تاثير؟ كل الكواكب دي بالنسبه، عشان برضو بعض الناس يقول ان لما يحصل اصطفاف الكواكب بالمعنى العلمي ليه، اللي هو يبقى كل الكواكب خط واحد، فجاذبيتها كلها تبقى في ناحيه واحده، فدي هتعمل تاثير وهمي وخرافي وخزعبلي. كل الكلام ده طبعا كلام غير علمي. كل الكواكب بالنسبه للشمس اقل من 1%، يعني كتله الشمس بالنسبه لكتله المجموعه الشمسيه 99 ومش عارف 7% ولا ايه، فكل دول بالنسبه للشمس ولا حاجه، هوا ولا حاجه، ولا الشمس حاسه بينا اصلا. وبالتالي دي يعني حاجه طبيعيه متكرره بتحصل، وما ما لهاش اي مؤشر سوى ان هي التغيير اللطيف اللي هو احنا بنشوف بيه حاجه متغيره في السماء. ارجو كده اكون جاوبت على السؤالين، اللي هم ان الكواكب كلها تبقى موجوده، وان الاصطفاف ايه هو. هوبي برفومس في سؤال بيقول ايه ابعد نقطه في الكون الانسان وصل لها رائد فضاء بقدمه، وليه الحياه ممكن تكون صالحه في المريخ فقط عن غيره من الكواكب؟ دول سؤالين في سؤال. اول حاجه، البشر وصلوا لفين ابعد حاجه؟ للقمر، دي اقصى حاجه انسان راح لحد عندها، اللي هو القمر اللي بيبعد عننا في المتوسط حوالي 384,000 كيلو متر بس. كل المسبارات او مراكب الفضاء او سفن الفضاء اللي طلعت لابعد من كده كلها بدون بشر، كلها الات فقط وبدون بشر بالتحكم، يعني بالتحكم عن بعد يعني كده تمام. وده ليه؟ طب ليه ما بعتناش بشر؟ لعدة اسباب. اولا للتكلفة الشديدة جدا لاحتياجات البشر، يعني هيحتاج مية واكل واكسجين و و و والرحلات دي طويلة بتقعد بالسنين، مين اللي هيستحملها ومين، وعشان نطلع كل الكمية اللي يحتاجها في الوقت ده، وبعدين اي خطأ لو على في حياة بشر وكده، فطبعا الموضوع انما ان انا بعت حاجة صغيرة قد احيانا بعض المسبارات بحجم اقل من حجم المكتب مثلا اللي بنقعد عليه ولا حاجة يعني، وبتروح وبتبعت ويمكن اقل من كده كمان. بالنسبه للكواكب اللي صالحه للحياه او كده جوه المجموعه الشمسيه، طبعا الكواكب هم الثمانيه اللي احنا عارفينهم، عطارد جنب الشمس على طول، درجه حراره مهوله بالنهار وتلج بالليل ومفيش غلاف جوي فغير صالح للحياه. الزهره برضو الحراره الغلاف الجوي بتاعه كثيف جدا، عامل احتباس حراري، درجه حراره توصل تخيلوا 500 درجه مئويه واكتر من كده كمان، في حاجه طبعا يعني اللي يروح الحياه تسيح هناك ما فيهوش حياه. الارض بعد كده، المريخ هو اللي بعدينا في منطقه صالحه للحياه، درجه الحراره صحيح في مناطق بتوصل ل60 تحت الصفر، بس بتوصل عند الاستواء المريخي ال20 فوق الصفر في اوقات، وبالتالي بيبقى في المناسب ان لو في ميه هتبقى في الحاله السائله، وبالتالي ينفع الحياه عليه، عشان كده خد كم اكتر من حاجه، هو قريب قوي من الارض فبرضه ان احنا نوصل له اسهل وكده.
الكواكب الاربعه الخارجيه كلها كواكب غازيه، يعني كتله من الغاز ما فيهاش اصلا ارض نقف عليها، وبالتالي ودرجه حرارتها بقى بتبدا من 120 تحت الصفر ونازل، ف يعني غير مؤهله للحياه عليها. ده بالنسبه للسؤال اللي هو الثاني. في سؤال بيقول رحمة فاضل بتقول بلوتو خرج من المجموعة الشمسية لعدة أسباب، ومن ضمنها إن مداره بيتقاطع مع مدار نبتون، ده إزاي؟ يعني مش ممكن يحصل اصطدام بينهم؟ الحقيقة طبعا ممكن يحصل اصطدام بينهم، هو زي المذنبات والكويكبات، ما بتيجي وتقرب الأرض وبتصطدم بالأرض لأن مدارها بيتقاطع مع مدار الأرض. طب احتمال إن الاصطدام يبقى احتماله قد إيه؟ بيبقى احتمال يعني نادر جدا بقى، تلاقوا مثلا واحد في التريليون تريليون حاجة. طب ليه؟ لأن أصلا المدارات دي كبيرة جدا، تخيلوا ده بيعمل لفة حوالين بلوتو، بيعمل لفة حوالين الشمس كله 560 سنة، ونبتون بيعمل لفة حوالين الشمس كل مش فاكر 380 سنة أو حاجة زي كده. وبعدين المدارات نفسها مش في نفس المستوى، يعني هما مش بيتقاطعوا. معرفش بقى، الموضوع محتاج تخيل شوية. فاكرين حاجة في اللي درس هندسة فراغية، لو كان علم الرياضة وخد هندسة فراغية، بنقول في الفراغ في مستقيمان إما متقاطعان أو متوازيان. في المستوى ينفع يبقوا متقاطعين أو متوازيين، في الفراغ في حاجة تانية يبقوا متخلفين. يعني تخيلوا على الورقة ينفع خطين يتقاطعوا، طب تخيلوا بقى لو واحد في الورقة وواحد فوق مستوى الورقة، هيعدوا من فوق بعض بس مش هيتقاطعوا. هو كده حتى مستويات الكواكب زي ما قلنا في فرق زوايا بينهم، زي ما قلت لكم بين الزهرة والأرض في 3.5 درجات، بين الأرض والمريخ في 7 درجات، حاجات زي كده. وبالتالي هم ممكن ييجوا على نفس النقطة بس في مستويين مختلفين، ده فوق وده تحت، فما يتقاطعوش فيعدوا من فوق بعض، زي الطيارات كده اللي هم بيعدوا في المسارات، فواحدة بتعدي من فوق واحدة خلاص عادي جدا. فطبعا احتمال ان هو يحصل الصدام ده احتمال نادر قوي قوي قوي. واضحه كده. وكل ومش بلوتو بس على فكره، ده في تقريبا 5 أو 6 دلوقتي كواكب قزمه مصنفه، ايرس ومكمك وار اتش مش عارف 2003 وحاجات زي كده، كلهم بيتقاطعوا مع مدار نبتون. وفي بقى الاف المذنبات والكويكبات اللي مداراتها شديده البيضاويه، فبتتقاطع مع كل المدارات بما فيهم مدار الارض، وطبعا كل ما بتقرب بيبقى فيه خطوره، وبعدين بنرجع نشوفه تاني يعني، او يعني بيتابعوا الاجرام الاول ما تقرب قوي ويبقى خايفين من خطورتها، يفضلوا متابعينها لحد ما يطمنوا ان هي مثلا بعدت عننا او لا. شكرا يا عبد الرحمن صبري لذوقك، وإناس ناصف شكرا لذوقك. محمود ثابت بيسأل بيبقوا باينين امتى للكواكب؟ حاضر هقول يا مهندس. بصوا هرجع لكم تاني عشان واحنا بنجاوب السؤال ده. بصوا في البرنامج كده، لو خلينا نرجع تاني لاول الليل كده 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 كده، هنلاقي من اول الليل، من بداية الليل كده هلاقي ان المشترى وساترن اللي هو زحل بيبانوا ناحية الجنوب الشرقي، ده كده الشرق وده الجنوب، في النص بينهم الجنوب الشرقي، ناحية الجنوب الشرقي من أول الليل، تمام؟ ويبدأوا يتحركوا، طبعًا على مدى الليل كل اللي ناحية الشرق بيبدأ يروح ناحية الغرب، فهم موجودين معانا، لحد نص الليل كده تقريبًا ألاقي مارس المريخ طلع من ناحية الشرق، والجوبيتر وساترن بقوا موجودين ناحية الجنوب، تمام؟ وبعدين نمشي كده نكمل، ألاقي جوبيتر وساترن رايحين فين؟ خلينا نرجع قبل النور ما ينور بشويه. الاقي جوبيتر وساترن بقى ناحيه الغرب او جنوب الغرب اهو، عشان خلاص هيغربوا، ومارس داخل على الجنوب اهو في نص السماء تقريبا، وفينوس يبان ناحيه الشرق اللي هو الزهره يبان ناحيه الشرق، تمام؟ وكمان اسبوع كده ولا 10 ايام هنلاقي ان عطارد بيبقى باين قبل الشروق على طول ناحيه الشرق، بس هيبقى قريب من الافق فصعب يتشاف من جوه المدينه. ده الافق، خط الافق زي ما انتم شايفين اهو، عاملين رسمين شجر ومش عارف ايه، فصعب يبان من جوه المدينه، فنحتاج نكون بره المدينه عفوا او في مكان عالي قوي عشان نقدر نشوفه.
ده بالنسبة لإمتى نشوف الكواكب وكده. سلمى عزب بتقول ممكن تتكلم عن كوكب بلوتو. أنا بس عايز أقول إن هو مش كوكب، يعني إحنا غيرنا تصنيفه، فبلوتو موجود في مكانه على فكرة، وبنفس مداره من ساعة ما اكتشفناه، وبيدور حول الشمس كل حاجة، بس إحنا غيرنا تصنيفه وسميناه كوكب قزم. تمام؟ كوكب قزم ده تصنيف جديد، دوارف بلانت او كوكب قزم، وفي حوالي 5 دلوقتي مصنفين كده، وفي اجسام تانية لسه ممكن تدخل هذا التصنيف قريبا. هو جرم سماوي صخري بيدور حوالين الشمس في مدار بيبعد يعني بعد مدار كوكب نبتون، وليه قمر واحد اسمه شارون، وكتلة القمر حتى بالنسبة له كبيرة شوية، فكأنهم هما الاتنين بيدوروا حول المركز مشترك، مش كأنه هو بيدور حول القمر. ويمكن مركبة نيو هورايزون مؤخرا كانت في 2015 حسب ما افتكر راحت وصورته صور من قريب وبينت فيه تضاريسه وكده. بس يعني في الاخر هو اللي خرجه من التصنيف ان هو مداره بيتقاطع مع مدار الكويكبات التانية الاول، المكواكب القزمة التانية اللي زيه، مع مدار نبتون، وده شرط زودناه لما لقينا فيه شوية حاجات صغيرة كتيرة بعد نبتون وعمالة تتقاطع مع بعضيها، فقلنا لا نسميهم ندي دول تصنيف. احنا اللي عملنا التصنيف ده عشان نسهل الدراسة، بس عشان نقسم التقسيمات اللي هي تسهل الدراسة، فسمينا دول كواكب قزمة دوارف بلانتس وليس كواكب. فبقى عندنا 8 كواكب رئيسية اللي هم الأربعة الصخريين القريبين، عطارد والزهرة والأرض والمريخ، والأربعة الكبار الخارجيين اللي هم المشتري وزحل ورانوس ونبتون، وعندنا كواكب قزمة منهم بلوتو، وفي 4 غيره تقريبا دلوقتي، وفي حاجات لسه بتتصنف لأن في أجسام زي بلوتو لقيناها كتير بتدور في نفس المكان تقريبا، أو يعني في المنطقة اللي هي الواقعة بعد كوكب نبتون. احمد ابو باشا بيسال بيقول مركبه فويجر وصلت لغايه فين دلوقتي. يعني اخر حاجه شفتها كانت تقريبا على بعد 18 مليار كيلو متر من الارض. احنا تخيلوا بلوتو على يعني نبتون على بعد تقريبا 4.5 مليار، فهو 4 اضعاف المسافه بتاعه نبتون من الشمس. وفويجر 1 وفويجر 2 بفروق بسيطة قوي يعني. عبدو دندراوي، اتمنى بس الاسماء اكون بنطقها صح عشان الاسماء العربية لما مكتوبة بالحروف الانجليش ممكن اغلط، فلو غلطت في اسم سامحوني. عبدو بيقول كوكب الزهرة موقعه فين حاليا؟ لو مقصود موقعه بالنسبة للشمس، هو يعني حاليا هو غرب الشمس، يعني بيلف حول الارض كانه سابقنا في الدوران حوالين الشمس. طيب اشوفه فين في السماء؟ ما اشوفوش اول الليل دلوقتي، اشوفه اخر الليل قبل الفجر على طول ناحيه الشرق، يعني ابص ناحيه الشرق قبل الشروق مباشره، هلاقي نقطه لامعه جدا هي ألمع حاجه في السماء، هو ده فينوس او كوكب الزهر. رحمه فاضل بتسال سؤال ظريف جدا من كلمه انا قلتها في النص، ازاي عطارد تلج بالليل؟ هو مش المفروض انه اصلا اقرب كوكب للارض، يعني مولع على اقرب كوكب للشمس طبعا المقصود، يعني مولع على طول؟ لا، ما هو الفكره ايه بقى؟ دي من الحاجات الظريفه جدا. عطارد كجسم صلب، اي الاجسام الصلبه تكتسب الحراره بسرعه تفقدها بسرعه. حراره الفضاء، درجه الحراره في الفضاء بعيد عن الشمس درجه منخفضه جدا، يعني بتوصل مثلا 120 تحت الصفر، 170 تحت الصفر، في مناطق البعيده خالص عن اي نجم ممكن توصل حتى للصفر المطلق يعني، بس ما لقيناش منطقه كده اللي هي 273 تحت الصفر. فالعطارد يفقد الحراره بسرعه، فالنص المواجه للشمس بترتفع درجه حرارته قوي، طب النص الثاني اللي هو الشمس مش جايه عليه بتنخفض درجه الحراره لتحت الصفر، تخيلوا؟ ليه بقى؟ لانه ملوش غلاف جوي، الغلاف الجوي هو اللي يحتفظ بالحراره شويه. يعني تخيلوا الارض لو ما لهاش غلاف جوي كانت درجه الحراره نهارا توصل مثلا ل 100 درجه مئويه، لان هيدخل سولار ويند احنا بيحمينا منه الغلاف الجوي زي طبقه الاوزون او الايونوسفير وكده،
فبيشتت كتير منها، فهتدخل فهتعلي كمان درجة الحرارة على سطح الأرض، وبالليل ألاقي درجة الحرارة تحت الصفر بكتير، مثلا 120 تحت الصفر ولا حاجة. إنما اللي بيحصل إن الغلاف الجوي بيكتسب نتيجة المواقع اللي هي السوائل والغازات، بتكتسب الحرارة ببطء وتفقدها ببطء، وبالتالي بتحتفظ بالليل بجزء من حرارة النهار، فبيفضل الفرق بين درجات الحراره في الليل والنهار بيبقى قليل. يعني احنا مثلا لما نقيس درجه حراره على الارض، لا مثلا الايام دي مثلا العظمى 36 والصغرى مثلا 24، فرق 12 درجه مش كده؟ القمر مثلا ملوش غلاف جوي، تخيلوا العظمى عنده يعني درجه حراره بالنهار العظمى مثلا توصل مثلا 120 درجه مئويه، والصغرى توصل ل 120 تحت الصفر، متخيلين الفرق قد ايه؟ 240 درجه ولا 250 درجه بين الليل والنهار. ليه؟ عشان ما عندوش غلاف جوي، فدرجه الحراره بتبدد على طول، الاجسام الصلبه تكتسب الحراره بسرعه وتفقدها بسرعه. فاعتقد نفس الوضع، رغم انه قريب من الشمس بس لما يبقى ناحيه الليل فالجسم الكوكب نفسه بيحجب الشمس عن النص اللي عنده الليل، فبيبقى واخد بروده الفضاء ومفيش اي حاجه ساقطه عليه، فيبقى ثلج، درجة الحرارة بتبقى تلج. أتمنى أكون وضحت كده. هو أحمد بيقول شكرا جدا لحضرتك على المعلومات، شكرا لذوقك أو لذوقك مش عارف يعني الشخص مين. القيمة بس عندي القيمة عفوا، عندي سؤال، قريت قبل كده إن يوجد عمر افتراضي للنجوم وبنهاية عمر النجم بينفجروا ويتحول لثقب اسود، يا ريت حضرتك توضح لنا ايه صحه الكلام ده. ده برضو طبعا ان شاء الله ممكن تبقى محاضره كامله نتكلم عن حياه النجوم، بس هو النجوم برضو ليها دوره حياه، يعني بتنشا وتنتهي، بتنشا من سديم سحب الغازات، تتجمع الغازات لحد ما توصل للكتله الحرجه، فالضغط الناشئ عن الجاذبيه يعمل اندماج نووي يدلع الطاقه الهائله ويتحول لنجم، وبعدين يفضل الهيدروجين يندمج يحول لهيليوم، والهيليوم يندمج يعمل كربون، والكربون يعمل اكسجين، في متواليه كده وبعدين لحد ما يخلص الوقود ويبقى مفيش تفاعلات، فيبدا النجم يموت. يموت باحدى طريقتين، اما ان القوى الجاذبيه تتغلب على الطاقه المحركه للجزيئات اللي كانت بتطردها للخارج فينهار النجم على نفسه، يعني ينضغط، عارفين كانه كده بيتكبس في نفسه فينضغط على نفسه خالص ويحصل له كولابس ويتحول الى نيوترينو ستار او بلاك هول. او يحصل العكس، ان النجم يفقد جزء كبير من كتلته قبل ما يبرد، فيبقى قوة الجاذبية تقل شوية فتتبعثر مادته في الفضاء، يعمل نوفا او سوبر نوفا، ده اللي هو اسمه بنقول انفجار، مش انفجار، هو تبدد للمادة في الفضاء، المادة تتوزع في الفضاء كده كأنها تبعثرت، ويتبقى لي كتلة صغيرة في المركز تعمل وايت دوارف كده ولا حاجة، والباقي يعمل زي سحابة او سديم متبعثر في الفضاء. والشمس كنجم متوسط المتوقع لها ان هي تنتهي حياتها بسوبر نوفا او بنوفا حسب الحجم. احمد ابو باشا بيقول شكرا جدا، بنستفيد من معلومات، اشكر، شكرا لذوقك يعني، وشكرا لكم كلكم. كان في حاجة تاني، تعليقات تانية او اسئلة تانية كده؟ احنا جاوبنا على تقريبا، شكرا شكرا. طيب انا كده مش شايف اسئلة تانية ما جاوبناهاش، فلو حد شايف حاجة ما جاوبناهاش يقول، ولو حد، خلينا نحط لكم برضو الكونتاكتس بتاعتنا عشان لو حد عايز يتواصل يعرف حاجة، لو حد شايف سؤال معلش اشكركم. رحمة فاضل تقول شكرا، شكرا لذوقك يا رحمة. لو حد في سؤال انا ما جاوبتوش اتمنى يعني حد يكرره لي تاني، او لان في حاجات سحبت لفوق كده مش شايفها، بس متهيألي كده جاوبنا كل الاسئلة. كده انا كده بشوف تمام، دي جاوبناها ودي جاوبناها ودي جاوبناها. طيب انا اعتقد كده ان احنا جاوبنا كل الاسئلة.
لو مفيش أسئلة تاني هنكتفي بالقدر ده كده. يعني أنا فعلا كان نفسي ما نطولش عن الساعة عشان ما تزهقوش مني، يعني أتمنى يعني ما أكونش ممل بالنسبة لكم، ويكون الموضوع لطيف وخفيف كده، وكل أسبوع نقعد ندردش كده، ناخد هبدأ بموضوع في ربع تلت ساعة ونجاوب أسئلتكم بعد كده. فيعني أنا مش شايف أسئلة تاني، فيعني أشكركم لحضوركم وحسن استماعكم، ومعاكم على طول دايما إن شاء الله لو في أي حاجة محتاجينها. أحمد أبو باشا بيقول عايزين حلقة عن خرائط السماء، حاضر يبقى لينا حلقة عن خرائط السماء. منال عيسى بتقول ايه رأيك في اللي بيتكلموا عن الارض مسطحة، ترد عليهم ازاي؟ ارد على ايه؟ هو ما عندوش اي حجة، يعني ما فيش اي حجة تقول ان الارض مسطحة. وخلينا برضو نعمل حلقة عن هذا الموضوع، وهوريكم الموديل الوحيد اللي هم بيعتبروه منطقي، وهقول لكم ده فعلا محتاج حلقة كاملة. يعني الفكرة بس في العلم ان احنا ايه، ان احنا لما بنشوف ظاهرة بنفسرها بفرضيات، وكل ما الفرضية تفسر جوانب الظاهرة اكتر بتلقى لنظرية، وبعدين اقدر بالتجريب وبالرياضة احول ده لقانون يقدر. فخلينا نشوف نناقش ده، الظواهر اللي بنشوفها بتحقق ايه فيهم، لو الارض مسطحه والشمس ماشيه فوقيه ازاي بتنور نص ونص. لا هنخلينا ده يحتاج حلقه كامله هنتكلم عنها. قولوا لي هنا في التعليقات، انا شايف ان موضوع خرائط السماء من الموضوعات المهمه، والموضوع ده فتحبوا الموضوع الجاي نتكلم على ايه، اكتبوا لي في التعليقات نتكلم على خرائط السماء او قراءه السماء، ولا نتكلم على الرد على الارض مسطحه وكده. انما الشمس بتشرق من تحت الافق، فده يقول ان في نزول للشمس لتحت. طب تحت ده يحصل ازاي وهي دايما باينه لاي حد؟ فده ما يحصلش الا مع التكور، وزي ظهور اعالي الاشياء قبل اسافلها واختفاء اسافلها قبل اعاليها، زي ان احنا بنشوف النجوم في نصف الكره الارضيه الشمالي، في نجوم زي القطب الشمالي ومجموعات زي الدب الاكبر والدب الاصغر وكده مش باينين في النص الجنوبي. وده ما يبانش، ما يعملش كده الا لو ارض كرويه، لو ارض مسطحه هشوف كل النجوم فوقيه. لو مش مصدقين طبعا ان احنا صورنا الارض من بره، والنهارده مش امريكا بس اللي عندها، عشان لو قلنا بتضحك علينا، ده كل الدول تقريبا عندها اقمار صناعيه. مصر عندها 3 اقمار صناعيه، نايل سات و1 ونايل سات 2 ايجيبت سات، وكل دي بتقدر تصور من فوق ده. فيعني ال وفي الاخر لو هو في فرضيه ان الارض مسطحه، تعالوا ندرس ونشوف طب ازاي بيحصل الشروق والغروب، طب ازاي بيحصل الصيف والشتاء والربيع والخريف، طب ازاي بيحصل الحركه الارتداديه بتاع الكواكب، طب ازاي بيحصل طول النهار وقصره، طب ازاي بيحصل حجم قرص الشمس يفرق بين الاوج والحضيض، طب ازاي هنلاقي ظواهر الكسوف والخسوف، طب ازاي بحسبه. يعني انا النهارده لما بعمل نموذج ان الارض كرويه وبتدور حول الشمس والقمر بيدور حول الارض، وعملت المدارات دي وحسبتها، وبقيت بحسب الكسوف والخسوف بدقه هيجي امتى، واحسب التعامد على الاستواء هيجي امتى، اعمل لي النموذج بتاعك كامل وقول لي ده هيجي امتى وهيجي امتى، عشان يبقى كلام منطقي وكده. فان شاء الله نعمل برضو حلقتين او حلقات لموضوع الارض مسطحه. خلينا اشوف لو ما فيش، هشوف بس لو في حاجات قريبه ظواهر او كده هتحصل قريب ومحتاجه توضيح هشرحها الاول. لو ما فيش هناخد موضوع من الاثنين ده، من الاثنين دول اللي هم قراءه السماء والموضوع الثاني اللي هو الارض مسطحه او لا. سما محمد بتكلم عن الطاقة المظلمة. الحقيقة الطاقة المظلمة دي فرضية نظرية حتى الآن، يعني ان احنا مش الطاقة المظلمة بقى، احنا في المادة المظلمة وفي الطاقة السالبة نيجاتيف انرجي. تمام، المادة المظلمة احنا لاحظنا ان احنا الجاذبية مرتبطة بالكتلة، يعني او المادة موجودة الكتلة الناتجة عن وجود مادة. فلاحظنا ان في سلوك غريب للجاذبيه، يقول كما لو كان في ماده احنا مش شايفينها، فاحنا مسمينها الماده المظلمه. يعني ده احنا شفنا تاثير غريب للجاذبيه، زي مثلا حركه
جذب لكتل بدون وجود جاذب حقيقي ليها او كده، نجوم بتدور بسرعه عاليه جدا تقول ان هي تحت تاثير جاذبيه كبيره، ورغم كده احنا مش شايفين فين الجاذبيه الكبيره دي او فين الكتله اللي عامله الجاذبيه الكبيره دي. وبالتالي يعني سمينا قلنا يبقى فين، لان احنا في حدود علمنا الجاذبيه تنتج عن كتله، ماده ليها كتله، فقلنا بقى في حدود علمنا دي يبقى في كتله موجوده بس احنا مش شايفينها، يبقى في ماده بس احنا مش شايفينها، فسموها الدارك ماتر او الماده المظلمه، ده تعريف الماده المظلمه. النيجاتيف انرجي يعني ليها يعني هي جايه الاول من معادله رياضيه، ان المعادله اللي بتطلع الانرجي هي فيها تربيع، والتربيع يقبل ان يبقى زائد وناقص، يديني نفس السالب لما بربعه زي ما بربع الموجب. وبالتالي قلنا طب ما ممكن تبقى بالسالب واربعها، فجات كده اصلا. ولقينا ليها تفسير فيزيائي، الفيزيكال مينينج بتاعها، يعني حاجه مثلا زي تمدد الكون، ده الكون عمال يتمدد رغم ان كتلته المفروض الجاذبيه تخليه يتقلص، فقلنا ممكن يبقى فيه طاقه عكسيه هي اللي بتخليه يتمدد، فتبقى طاقه سلبيه او في اتجاه سلبي كده. هل نبتون، محمد عبد الرسول بيسأل هل نبتون أمطار عبارة عن ماس؟ يعني نبتون تحديدا يعني هو كوكب غازي وموجود غلافه أو معظم مادته من الهيدروجين، وفيها بعض الغازات العضوية زي الإيثان والكده. يعني ما قرأتش معلومة تقول إنه في أمطار ماس. هو طبعا هو أصلا يعني غلافه الجوي عامل زي السنو كده، يعني هو في درجة حرارة قليلة ومتجمد شوية. إنما في كوكب بره رصد ومحطوط تصور إن هو يكون كله من الماس، لأن الضغط فيه عالي جدا وفيه كربون كتير، وهو الماس بيتكون من كربون تحت ضغط عالي. فدي حاجة توقعية ما مش أكيدة، بس على كوكب خارج المجموعة الشمسية، وكوكب دي احنا مش شايفينها، بس بنقيس الطيف اللي جاي من النجم ومعدي عليها، فبنستنتج جزئيات منها يعني بصورة فيها نوع من الاستنتاج، مش حاجة مؤكدة. اسلام بيقول ناخد خرائط السماء، ماشي هنشوف بقى المقترحات ان شاء الله، وكده كده اللي مش هناخده في اسبوع هناخده في الاسبوع اللي بعده، فما تقلقوش يعني مش هنطول عليكم. سما محمد برضو بتقول خرائط السماء، خلاص هشوف برضو الكومنتس كده بعد كده، يعني بعد يومين كده ولا حاجة نشوف بقية الكومنتس ونختار الحاجة اللي فيها اغلبية. شكرا يا منى على ذوقك، منى طلال محمد. رهان فضل بتقول في خسوف الايام دي، في بكره الفجر خسوف شبه ظل، ومش هت يعني مصر خارج مجال الخسوف، وهو اصلا ما بيتشافش بالعين المجرده، حاجه كده علميه بس ممكن تتشاف بالتلسكوبات الضخمه، والعلماء بيستخدموها في ان هم يتاكدوا من نتائج معادلاتهم، انما ما فيش حاجه هتتشاف، حتى امريكا اللي هيبان فيها الخسوف ما حدش هيشوف حاجه، يعني لان هو خسوف شبه ظل، يعني القمر بيعدي في شبه ظل الارض مش في ظل الارض. ولو رجعتوا المحاضرة بتاع الخسوف هيبقى واضح فيها، هتلاقوا كل اللي على اللايف، كل على الفيديوز بتاع الصفحة، كل المحاضرات السابقة موجودة، اللي عايز يرجع لحاجة هيلاقيها، هيلاقي شرح للموضوع ده، وهنزل لكم بوست برضو عليها كده. طب ليه ما تكونش الجاذبية، الإسلام جمال بيقول طب ليه ما تكونش الجاذبية اللي مش شايفينها دي عبارة عن ثقوب سوداء مش شايفينها، ليه افترضنا انها كتلة سالبة؟ لا انا ما قلتش كتلة سالبة، في نيجاتيف انرجي ودارك ماتر، فهي لو ثقوب سوداء احنا مش شايفينها هي كده دارك ماتر، يعني هي مادة موجودة، والثقب الاسود ده مادة متكتلة على بعضها، مادة موجودة احنا ما بنشوفش اصلا الثقب الاسود، احنا بنعرفه بدلالة حركة الاجرام حواليه وبعض الموجات اللي بتلف بسرعة في المكان ده وكده، فبندرك الثقب الاسود يعني. فهو دارك ماتر يعني مادة موجودة ومش شايفينها ولا قادرين ندركها بدلالة حاجة، فعشان كده سميناها كده. فهي مش كتلة سالبة، هي كتلة مظلمة دارك ماتر، واضحة. والثقوب السوداء هي برضو كتلة انا مش شايفها بس استدلت عليها، فبالنسبة لي ما بقتش دارك، ما بقتش حاجة بلايند، لا حاجة انا قادر استدل عليها، انما التانية دي حاجة مش قادر استدل عليها، وبالتالي هي حاجة اخرى غير الثقوب السوداء، زي اسلام جمال مكاتب. بس في الاخر يعني
بلام استدليت عليها ما اصبحتش دارك بالنسبه لي، اصبحت مرئيه، مش شرط مرئيه بالعين، مرئيه بدلاله زي باثر او كده يعني. شكرا محمد عبد الرسول لذوقك. كده لو كده مفيش حاجه تاني. هو الساعه كام دلوقتي؟ يعني كده قفلنا الساعه. هستاذنكم بقى عشان ما نطولش عليكم، وعشان يعني نبقى خفاف كده، ما تزهقوش مني. نختم حلقتنا النهارده، ومستنيينكم ان شاء الله يوم السبت الجاي اللي هو هيبقى 11/7 الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة اللي توافق 7 مساء بتوقيت جرينتش، عشان حد متابعنا من بره مصر. في حلقة جديدة، هشوف تعليقاتكم وهشوف المناسبات الفلكية، وهنختار الحلقة اللي هنبدأ فيها. أشكركم، وإن شاء الله نشوفكم قريبا جدا. إلى اللقاء.